السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة رمضانية أخرى. اليوم غادي نديرو تحلية لعشاق القهوة والشوكولات، يعني شاكلت. غادي نديرو طبقتين في هذه التحلية. هذه الطبقة الأولى غادي نديروها بالقهوة والشوكولات الأسود، والطبقة الثانية غادي نديروها بالكراميل والشوكولات الأبيض. الى شفتوا هذا الفيديو هذا وعجبكم، ديروا لايك وشاركوا في القناه، اضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو على القناه. ويلا نبداو وفرجه ممتعه. اول طبقه غادي نديروها هي ديال القهوه والشوكولات الاسود. عندنا 350 مللتر ديال الحليب، الحليب بارد من الثلاجه، 350 مللتر. اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد شويه هنايا في الكاسرونه، شويه تقريبا نصف، وغادي ناخدو معلقه ونصف ديال النشا مايزينا، معلقه ونصف، باش هاد المايزينا تخلط لينا، معلقه ونصف باش تخلط لينا ما تكورش لينا في العافيه، معلقه ونصف. وغادي ناخذوا ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده، ثلاث ملاعق، جوج، ثلاثه، وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، نسكافيه او اي قهوه عندكم تكون سريعه الذوبان. غادي ندير معلقه كبيره، بالنسبه لعشاق القهوه غادي تعجبهم هذه التحليه هذه. وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال كاكاو المر، بودره الشوكولات المر، واحد معلقه كبيره، صافي. وغادي نحركو مزيان، نحركو باش هاد مايزينا هادي، بس نحرك مزيان، بعد ما حركنا هاد العناصر كلها لان مايزينا تلصق لينا شويه في قاع ديال الاناء، غادي نحركو مزيان. ومن بعد غادي نضيفو هاد الحليب اللي بقى لينا من 350 مللتر، غادي نضيفو كلشي. ضروري من الحوادث في رمضان باش وقع لكم نتوما يا ولالا. صافي غادي نحركو هادشي مزيان، ومن بعد غادي نديروه فوق البوطه. صافي غادي نديروه فوق البوطه وغنبقاو نحركو مزيان، ما نغفلوش عليه حتى يعقد لينا الخليط. يعني تحليه سهله ولكن غنيه بالمواد اللي فيها، لانه في رمضان تنبغيو ناكلو شي حاجه تكون غنيه هكا باش تخلينا نصومو مرتاحين، خصوصا اللي عشاق القهوه غتعجبهم هادي. صافي نبقاو نحركو هكا كتعقد لينا. غادي نبقاو نحركو بحال هكدا عليه مزيان فاش هذيك النشا ما تكورش لينا وما تحرقش لينا في كاسرونه، تعقد ومن بعد نطفيو عليه واحد 5 دقائق وانتم يا قابلين على البوطه وتتحركوا، ضروري من التحرك. من بعد ما زولناها من البوطه عقدت لينا، غادي نضيفوا ليها 40 غرام ديال الشوكولات الاسود، اي نوعيه عندكم احسن يكون مزيان.
احسن تكون نسبه الكاكاو عاليه باش يجيكم الديسير ديالكم بنين وغني. صافي وغادي نحرك مزيان هاد الشوكولاط باش يدوب، والخليط عندي مازال سخون، نخلط مزيان وخصني نكبو في كويسات وهو مازال سخون لانه عاملين المايزينا. ممكن الا بغيتو تعطيو الوليدات الصغار تحيدوا القهوه وتعوضوها بكاكاو الغبره، ولكن بالنسبه لينا حنايا هاد النسمه كيفاش طالعه دابا الريحه ديال القهوه تتشهي غزاله بزاف. صافي دابا غنوجدو الكويسات ديالنا. صافي خويت هاد الخليط ديالي في كويسات، انا خديت هادو شويه كبيبرين، خديت ثلاثه درت النصف. بغيتو تكتفيو فقط بهاد يعني الطبقه الاولى وتذوقوهم ممكن. دابا يا غادي نخليهم حال هكذا، غادي نخليهم تقريبا شي 20 دقيقه خارج الثلاجه، من بعد غادي نغطيهم غنديرهم في الثلاجه تقريبا واحد الساعه يبردوا ليا، وعاده غادي نتلاقاو باش نعملوا الطبقه الثانيه. ندوزو المرحلة الثانية، غادي نديرو الطبقة الثانية ديال التحلية ديال الطا. غادي ناخدو معلقة كبيرة ونصف ديال النشا، غادي ناخدو معلقة ونصف، غادي نديروها بزلافة. وغادي نضيفو عليها شوية الحليب. الحليب حنا خدينا 350 مليلتر ديال الحليب بحال في الطبقه الاولى، 350 مليلتر. غادي نضيفو شويه فقط باش نحركو هاد النشا ديالتنا خارج النار باش تذوب لينا مزيان، ما يكونوش فيها داك الكتل. غادي نحركوها مزيان في كاسرونه. خديت 4 المعالق كبار ديال سنيده سكر حبيبات ودرتو فوق البوطه، وغادي بغيتو يكون كراميل، غادي نديرو فوق البوطه ونخليه ترجع ليا كراميل. غنبقى نحركو بحال هكا، يعني ما غادي ندير لا معلقه حتى شي حاجه هنايا. السكر بوحديتو غتكون كاسرونه مسوحه مزيان ما فيها حتى شي قطره ديال الماء، وغادي نبقى مقابله تولي ليا كراميل. السكر كيفاش رجع كراميل، فقط تنحركو بحال هكا على عافيه تقريبا متوسطه، اقل من المتوسطه واحد شويه. صافي ها هويا، شفتو ها هو الكراميل كيف ولا. دابا غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده. حضيو راسكم مع العافيه وحركو حداو وجهكم. دابا نقص النار واحد شويه وانا تنحرك. اي حاجه بغيتو ترميوها على الكراميل حداو الوجه ديالكم. دابا انا تنحرك حتى هو مزيان. دابا غادي نضيف هذاك الحليب اللي بقى ليا بشويه بشويه. تضيفوا الحليب بشويه بشويه وتتحركوا باش ما تحجرش لكم. ثم تتحركوا شويه، غادي تبقاو تحركوا حتى غادي يذوب كلشي لانه مع الحليب بارد. من بعد ما خلطنا الحليب ديالنا مزيان، غادي ناخذ هاد المايزينا اللي مع الحليب وغادي نحركها مزيان هكا، وغادي نبدا نخوي شويه ونحرك. هكا
صافي غادي نحرك مزيان. يعني تيح ليا ساهله وخاصه تشوفوا يعني جوج مراحل ولكن ساهل. كلشي تنديروا في كاسرونه وتنحركوا كلشي فوق النار، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وتناخذوا الوقت ديالنا، يعني تنديروا الطبقه الاولى ونديروها في الثلاجه نرتاحوا شويه، ومن بعد تنديروا الطبقه الثانيه، يعني تناخذوا الوقت. دابا شنو غادي نضيف؟ غادي نضيف الفانيلا السائله واحد المعلقه، الا كان عندكم الفانيلا يعني بودر حتى هي ممكن ديروها، تنديروها في الاخر. انا تعجبني الفانيلا غندير معلقه كبيره، وتديروا معلقه صغيره ماشي مشكل، يعني اللي بغيتو. وغادي نحركو مزيان، صافي غنطفيو النار. الان غادي نضيف واحد 40 غرام ديال الشكلاط الابيض، اختياري الا بغيتو ديروه ما بغيتوش ما ديروش، ولكن هو تعطي واحد المذاق زوين. غادي نضيف واحد 40 غرام ديال الشكلاط الابيض باي نوعيه عندكم، ممكن تكون نوعيه ممتازه تكون احسن. صافي وغادي نحرك هذا الشيء كله باش يذوب ليا هذا الشكلاط مع الكراميل. هنايا نذوب كل شيء، غادي نذوب هذا الشيء كله صافي مزيان. ومن بعد صافي غادي نخويه في الكويسات، نخرجهم من الثلاجه وغادي نخوي فيهم هذا الخليط هذا. صافي انا خرجت الكويسات ديولي، دابا نحرك هذا مزيان وغادي نبدا نخوي. شوفوا بغيت دير كويسات صغار ديروهم يجي يعني منعش وغني في كلشي العناصر محبي القهوه. انا سنعمرهم بزاف، هكذا ممكن تزوقوهم باش ما بغيتو. صافي انا عمرتهم بزاف هكذا تنبغيهم. دابا غنخليهم في الكوزينه تقريبا شي 20 دقيقه، ومن بعد غنديرهم في الثلاجه تيبردوا، ومن بعد نزوقوهم جميعا. الان غادي نزوقوهم باش ما بغيتو. انا غنزوقهم شويه باللوز مهرمش من الفوق واحد شويه، كما زوقوهم بالشكلات الاسود والابيض يعني اللي بغيتو، فقط واحد شويه. غادي ندير عليهم شويه الكراميل من الفوق واحد شويه واحد شويه لانهم هما حلوين. لاتي صافي، وتيجيو زويونين يعني فيهم جميع المذاقات، فيهم الشكلاط الابيض الاسود الكراميل القهوه، يعني المذاق اللي بغيتو، وفيهم شويه اللوز من الفوق، يعني بنان عن جد. تنقول لكم جربوهم لانهم بنان بزاف. هذا واحد تاكلوه في السحور فقط، يعني في جميع المكونات. نتمنى الفيديو هذا يعجبكم، ونتمنىكم الوصفات ديالي الرمضانيه تجربوهم، ورمضان كريم. والى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونلقاكم في فيديو اخر. بوسه كبيره لكم، باي باي، مع السلامه.